أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تؤثر الذنوب على الإخلاص؟ فلو أن رجلا له أعمال صالحة وجهود دعوية قد يكون فيها نفع للناس، ومع ذلك له ذنوب يخفيها ويسترها ولازمة له، ولكنه يعود ويتوب في كل مرة، فهل تؤثر على الإخلاص في عمله وبركة عمله ونفعه للناس؟ إذا لم يتوب منها فإنها تؤثر، أما إذا تاب منها فإنها لا تؤثر بإذن الله. نعم.